السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي النهاردة معدنا مع نوع من الصفات. النوع ده من الصفات في نهايته ED وصفات تانية نهايتها ING. طبعا الموضوع ده بيحير ناس كتير، يا ترى انت تستخدم الصفة اللي في نهايتها ED والصفة اللي في نهايتها ING؟ وطبعا الناس بتقول ان هي اشخاص واشياء، ولكن احنا مش هنربط نفسنا بالكلام ده. طبعا في صفات في نهايتها ED ولما نحط له ING تتقلب تبقى معناها مختلف. يعني مثلا كلمة شكل كلمة amazed، amazed دي معناها مندهش او مستمتع. طبعا لو انا حطيت لها ING فتبقى amazing، كده بقى معناها هي هو اللي مدهش. كلمة مثلا شكل كلمة حبايبي surprised، surprised بمعنى برضو مندهش. تبص تلاقي هنا surprising، يعني هي نفس الصفة بس هنا انتهت بـ ING وهنا انتهت بـ ED. كلمة حبايبي شكل كلمة tired اللي معناها مرهق، هتلاقي هنا مثلا بقت tiring، و tiring حبايبي معناها مرهق. هنا مثلا هتلاقي كلمة شكل كلمة interested، صفة interested، هنا هتلاقيها interesting، و interesting معناها شيق. هنا مثلا حبايبي هتلاقي كلمة annoyed، و annoyed يعني يشعر بالضيق، وهنا حبايبي هتلاقي annoying، و annoying يعني مزعج. طيب امتى بقى حبايبي استخدم الصفات اللي في نهايتها edd والصفات اللي في نهايتها ing؟ قال الموضوع بسيط جدا، احنا هنسميها مستقبل ومرسل. تاني، مستقبل ده بيستقبل وده مرسل، او ده مسبب وده يشعر. تاني، لو انا كنت بوصف الاسم الذي يسبب الصفة، لو انا بوصف حبايبي الاسم اللي بيسبب الصفة، هنا هوصفه بـ ING سواء بقى كان عاقل او غير عاقل. طيب اما لو وصفت الاسم الذي يشعر بالصفة او يستقبلها، قال لي هنا حبايبي بوصفه بصفة ED مش ING، يبقى اذا الموضوع مسبب يشعر، مرسل مستقبل، مش مرتبط خالص باشخاص واشياء. تعالوا حبايبي نشوف مثال يوضح الكلام ده اكتر. يعني حبايبي لما اجي اقول لك the dog was frightened ولا frightening when it saw the money، الكلب كان مخيف ولا كان خايف لما شاف الاسد. طبعا حبايبي هنا الكلب هو اللي بيشعر بالخوف لانه شاف الاسد، فطبعا هنا لازم اقول ذا دوج واز فرايتند، وفرايتند ده حبايبي معناه ان هو اللي كان خايف، هو اللي كان بيشعر بالخوف. لكن لما اقول لك حبايبي ذا بوي، يعني الولد كرايد بكى او صرخ وين هي سو ذا دوج، يعني لما شاف الكلب. تاني، the boy cried when he saw the dog because، لان the dog يعني الكلب was كان، ولك ترى frightened ولا frightening. هتقول لي هنا بقى الكلب مش هو اللي خايف، ده الكلب اللي بيسبب الخوف، ليه الولد صرخ؟ فبالتالي هقول the dog was frightening. يبقى اذا هنا هو نفس الاسم حبايبي، هنا الكلب ده وهنا برضو كلب، بس هنا الكلب كان يشعر بالخوف فبالتالي قلت عليه frightened، اما الكلب هنا هو اللي بيسبب الخوف فبالتالي قلت عليه frightening. فاذا الموضوع كله حبايبي ان لما سبب الصفة يبقى ing، لما استقبل انا الصفة يبقى اذا ed. فلما اقول لحبايبي she was shocked when she heard the news، هقول لك هي كانت ايه لما سمعت الاخبار، اكيد طبعا هي اللي شعرت بالصدمة، فبالتالي حبايبي لازم هنا اغير لصفة ed فتبقى shocked، يبقى she was shocked when she heard the news. لكن لما اقول لك آية، البنت آية دي played يعني لعبت the violin، لعبت على آلة الكمان in three concerts، يعني في ثلاث حفلات موسيقية. she was، وأقول لك هي كانت، وأقول لك أميز، وتعالى يلا نغير. فالناس هنا هتقول لك ده آية دي تعاقل فحاول أميز، لأ ده هنا هي لعبت على الفايولين في ثلاث حفلات، يبقى إذا هي اللي كانت رائعة، هي اللي كانت مدهشة. فهنا حبايبي اوعى تغير لإيدي، لازم اغير لاي ان جي، فلازم اقول
اميزنج. يبقى اذا حبايبي مش مرتبط ابدا باشخاص واشياء، مرتبطه اللي بيسبب الصفه اي ام جي واللي بيستقبل الصفه اي دي. يا رب نكون فهمنا الدرس. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو ما كنتش متابعنا من الاول هتدخل على صندوق الوصف هتلاقي كل الحلقات من اول الكتاب لغاية ما واقفين. Goodbye, السلام عليكم.